هناك أيضا نور معنوي يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن كرامة له. تجد بعض العلماء يفتح الله عليه من العلوم العظيمة الواسعة في كل فن ويرزقه الفهم والحفظ والمجادلة. ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فإن هذا الرجل من الله به على الأمة الإسلامية، وما زالت الأمة الإسلامية تنتفع بكتبه إلى يومنا هذا. وقد توفي سنة 728، يعني له 100 سنين والأمة تنتفع بكتبه. محمد بن صالح العثيمين أحد كبار أعلام الوهابية المعاصرين، من أقول معاصرين مو يعني طيب، ولهذا عنده همات قناة باسم مولانا، شنو؟ قناة العثيمين مولانا، 24 ساعة يخلون محاضراته ودروسه مولانا. هذا الرجل أهم مفسر وموضح ومدافع وفاهم لنظريات ابن تيمية. لا محمد عبد الوهاب ولا ابن باز ولا ابن ما أدري فلان، أبدا أهم مفسر وموضح ومدافع عن مباني ابن تيمية. من يعني المنظر الأصلي للوهابية المعاصرة؟ من؟ ها؟ محمد بن صالح العثيمين، ها؟ مو غيرها. لا تبحثون، لا تشغلون أنفسكم مولانا، تسوون مؤتمرات مولانا، تدورون على الهوامش والصعاليك والمجاهيل. لا تستوحش من هذا، لأن أمامك أنس لا وحشة بعده. لكن إذا أنست مع الناس في مخالفة الشرع فهذا أنس بعده وحشة طويلة.